هؤلاء قبلوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن معاذ. والسيادة السؤدد هذا شيء من الله، فإن سعدا لم يكن كبيرا في السن، لكنه لما أسلم لم يبق أوسي إلا أسلم إلا واحد، ثم أسلم بعد ذلك قبل أحد أو قبل بدر، وإما بعد قبل ما أعلن إسلامه لم يبق أوسي لم يسلم لسؤدد سعد في قومه، مع أن سعدا يومها لتوه جاوز الثلاثين. فلما مات استشهد عليه رضي الله عنه نزل من السماء 70,000 ملك يشيعونه. ونقول دائما سعد شهد بدرا، شهد أحد، شهد الخندق ومات، وفاه أجل. لكن أي سريرة هذه كانت في قلب سعد جعلت 70,000 ملك ينزلون ليشهدوا جنازته؟ الذي يعرف يقرأ السيرة يفقه النصوص، النصوص محفوظة، لفت أي كتاب تقرأ النص. فنحن لما نقول أن 70,000 ملك نزلوا لسعد، هل هذا يجهله أحد؟ أنا أعلم من في المسجد أو في خارج المسجد يعلم هذا الخبر، لا يجهله أحد، لكن فقه النص. إن لسعد كانت أعمالا وسرائر، إن لسعد أعمالا وسرائر جعلت ذكره، جعلت ذكره يشيع حتى في السماوات. فلما مات حتى أهل السماوات لما شاع عندهم من ذكره الصالح وعمله الذي كان يرفع شعروا بفقد سعد فنزلوا يشاركون في تشييعه. ظاهر هذا، لأجل ذلك نزل 70,000 ملك. فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى لا يحب أن يغلبه أحد في الخير، لا تنافسه الملائكة في أنهم يكرمون سعدا أكثر منه. فنزل صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ثم دفنه. بعد الفراغ من الدفن قال: وانظر سنن الله التي لا تتبدل. فلا يطلب من أحد سياسي أو عسكري أو إمام أو داعية أو رجل أو زوج يأتي للسنن يريد أن يبدلها، السنن ما تتبدل، ما يغيرها مهما عظم. فالله قضى حكم أن كل أحد يضم في القبر، فهذا ينزل 70,000 ملك لكن السنة ما تبدل. قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، لكن هذا العبد الصالح لم ينجو منها، لأن هذا سنة كتبها الله جل وعلا، والله يقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن لا يعني ذلك أن سعدا عذب أو ما إلى ذلك، هذا لا يقول به عاقل. فأتته الضمة ثم فرج عنه رضي الله عنه وأرضاه، فهو في أعلى، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد رضي الله عنه. وهذا يعنى أن الملأ الأعلى يحتفون بأرواح الصالحين، ورب رجل في الدنيا لا يعرفه أحد، لم يظهر على الشاشات ويجهله جيرانه، وربما يموت ولا يدري أحد أنه مات، ولا يحمل جنازته إلا قليل، وترى الناس لا يذكرونه بعد موته بأيام ينسونه، وربما يكون له من الأعمال عند الله ما يحتفي به أهل السماوات، ويرفع مقامه ويمد له في قبره مد البصر، ويرى من رحمة الله ما لا يراه. فالأمور كلها سرائر مودعة في القلوب وأعمال صالحة يتقرب بها إلى علام الغيوب، والموفق من وفقه الله، والحمد لله رب العالمين.